بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة، معكم من 4 لـ 5 إن شاء الله، تكملة لسلسلة حلقات المايكرويف. الضيف الجديد علينا في التقسيمة بتاعة الأسبوع، دايما بنحرص أنه نجدد، أنه نسبق بخطوة، أنه دايما نكون بنلبي احتياجاتكم وطلباتكم، ودايما نكون بنطلع بأفكار جديدة، ما نفضلش واقفين محلك سر علشان ما تزهقوش مننا. الفكرة الجديدة اللي ضفناها المايكرويف مع فكرة الجلوتين فري، وبشكر كل الناس اللي بتبعت لي وبتتفاعل على الوصفات. النهاردة هنعمل برضو وصفات إن شاء الله تكون لطيفة وسريعة وسهلة بالنسبة لكم. خلوا بالكم إن وصفات المايكرويف برضو لطيفة جدا جدا لتكملة فكرة بواقي الأسبوع اللي احنا دايما بنعملها في آخر يوم في الأسبوع اللي هو يوم الأربعاء. فكرة بواقي الأسبوع دي نقدر ناخدها وندخلها في وصفات المايكرويف، وده اللي احنا هنعمله النهاردة. فهنستخدم فكرتين في فكرة واحدة، فكرة بواقي الأسبوع مع فكرة وصفات المايكرويف. هنعمل انشيلادا في المايكرويف، اللي هي عبارة عن خبز التورتية أو التورتيلا أو خبز المكسيكي. معانا كمان فراخ باقية عندنا، تكون مسلوقة أو تكون مشوية، تكون صينية، زي ما انتوا عايزين. هتنزعوا الجلد والعظم منها وتعملوها نساير رفيعة. عندنا كمان جبنة شدر مبشورة، كزبرة مفرومة، فاصوليا حمراء مسلوقة، ممكن تستخدموها مسلوقة في البيت أو تجيبوها علب. ذرة حلوة مسلوقة. للصوص عندنا معلقة زيت وشطة وكمون وتوم وبصل وزعتر وملح وفلفل ومرقة ودقيق، ودول كلهم طبعا مجففين زي ما انتوا شايفين كده من عند العطار. طبعا اول حاجة بسم الله، طبقين يكونوا بيخشوا المايكرويف. وطبعا اساسيات بقى وصفات المايكرويف تقدروا ترجعوا للحلقات الاولى، هتلاقوا كل التفاصيل. هحط هنا العيش عشان اعمل القاعدة بتاعة الانشيلادا. باسكت يا حبايبي لو سمحتوا. وبعدين ابتدي ارص باقي المكونات والوصفات، سهلة وسريعة وبسيطة ومش محتاجة اي مشاكل. طيب كمان الانشيلادا ساعات بيتحط فيها رز، يعني ممكن لو عندي بواقي رز احطه من تحت. تمام، اجيب الفراخ، وزي ما اتفقنا هي بواقي فراخ سواء كانت مسلوقة او مشوية، وهنحطها على العيش في القاعدة كده بتاعة الوصفة. هاخد عليها الفاصوليا الحمراء المسلوقه، وخلوا بالكم انه في ناس كتير بتشتكي لما بتسلق الفاصوليا في البيت لونها بيبقى فاتح عن الفاصوليا اللي موجوده عندنا. ده حسب نوع الفاصوليا اللي انتوا بتستخدموها، في انواع صح بتفتحها قوي لما تتسلق. وادي الذره، وبرده دي بتتجاب علب جاهزه مسلوقه. كزبره خضراء. طبعا بنعمل بقى الكميات والحجم حسب عدد افراد الاسره، وحسب طبعا كل واحد اكلته عامله ازاي. حطينا الكزبره، هنحط بقى دلوقتي الجبنه. لو حد عنده مشكله مع الجبنه يشيلها، حد عنده مشكله مع الفراخ يشيلها. في الاول وفي الاخر هي افكار انتوا تقدروا تطوعوها حسب رغبتكم. هاخد هنا بولة عشان بس اعمل الصوص. هحط شوية شوربة، انا كل حاجة عندي مستوية فمش هكتر السائل، يعني مش هكتر الشوربة قوي. هحط زيت، زيت زيتون، زيت ذرة براحتكو، معلقة كده على دي تقريبا نص كوباية شوربة.
حاجه كده دقيق خفيفه خالص، يعني نقول نص معلقه، وبعدين ابتدي احط التوابل، ملح، فلفل اسود، زعتر، بصل بودره، ثوم بودره، شطه او بابريكا، كمون. اقلب. امتزج كله، مفيش اي كلكعه، اقوم واخده الكلام ده واسماه برضو على الطبقين. وجود السائل ووجود الغطا مهمين جدا في وصفات المايكروويف عشان حاجتنا ما تنشفش مننا. المده لازم ابقى حافظه المايكروويف بتاعي، ولازم ابدا ابص عليه كل دقيقه لحد ما احفظ، يعني بعد كده لما تحفظوا انتوا هتتعاملوا على طول من نفسكم. هدخل الاطباق هنا، انا بعمل على 3 دقايق وبفضل ايه كل دقيقه اديله كده ايه بصه. هستخدم الغطاء بتاع المايكروويف اللي اتفقنا عليه اللي هو البلاستيك عالي ومخرم، وده مخصص للمايكروويف، والبلاستيك بتاعه مخصص للمايكروويف بالتخريمات اللي موجوده فيه دي، وعالي علشان يدي فرصه للاطباق حتى لو عندي طبق عالي شويه. بسم الله، ادخلهم هنا، اديله مده 3 دقايق اللي هو المتوسط زي ما احنا متعودين، اقفل، اشغل وابتدي ايه ابص عليه كل شويه. الناس اللي بتسال ده مش بروجرام ولا اي حاجه، ده اللي انتوا بتسموه تسخين، اللي هو العادي، اللي هو الانستنت، اللي هو بدوس على الزرار يعمل لي ارقام. اوكي، نيجي بقى للوصفه اللي بعدها، رز بالبروكلي، برضو وصفه سهله وسريعه ولذيذه جدا جدا. عباره عن ايه بقى الوصفه؟ عباره عن وينه اهو رز، ده رز مستوي زي ما قلت لكم، تقدروا تستخدموا بواقي الاسبوع، رز ابيض ماشي حاله، رز اصفر مع الوصفه دي هيبقى حلو جدا زي ما انتم عايزين. ده جاسمين رايس او رز الياسمين اللي هو قريب في الشكل للرز البسمتي، ولكن له طعم ونكهه وريحه مميزين جدا، لكن اي رز هيمشي معانا. عندي كمان بروكلي، ده الحقيقه بروكلي اسمه ايه ده؟ مفرز مجمد، فيعتبر مسلوق. لو احنا هنستخدم بروكلي ني فريش مفيش مشكله خالص، بس هتزوده سائل شويه، او هتحطوه مع السائل الاول دقيقتين ثلاثه يتسلق وبعدين تكملوا الوصفه، ايا كان. عندي كمان جبنه تشيدر وعندي شويه ميه. ايه بقى اللي هنعمله؟ هنصغر برضو البروكلي شويه لانه برضو كبير. رز، نيجي بقى في الويك اند كده نلم كل بواقي الاسبوع اللي احنا طبخناها، ونقوم عاملين شويه افكار في المايكرويف، منها لا وقفنا في بوتاجاز ولا في فرن ولا حاجه، منها اكلنا اكل بيتي، ومنها استخدمنا البواقي عشان ما نهدرش. بروكولي، طبعا كل الافكار اللي احنا بنعملها هنا وبتبتدي بعد كده تنتشر سواء على برامج او في البيوت او على الصفحات والفيديوز والقنوات بتاعه اليوتيوب، ده يعني بيخلين الواحد يحس ان هو عامل حاجه يعني صح، وحاجه حلوه، وحاجه مسمعه مع الناس، وحاجه اثرت فيهم، وده بيبقى نجاح وحاجه بتسعدنا مش حاجه بتضايقنا، بالعكس. ادي البروكلي وادي الرز، الجبنه، وصفات سهله وسريعه ولذيذه جدا هتعجبكم قوي قوي قوي، واللي لسه ما تشجعش وجرب يتشجع ويجرب. وفي ناس اتشجعت وطلعت المايكروويف اللي مقفول بقاله سنين، وفي ناس استخدمته في حاجه غير التسخين فده انجاز، وفي ناس بتجهز بدات تجيبه، يعني لطيف جدا. هحط هنا معلقه من الميه وهنا معلقه من الميه، مجرد ان الحاجه ما تنشفش بس، لان انا عندي كله مستوي، لكن لو مش مستوي هزود الميه شويه. ايه الاخبار؟ الله الله،
والريحه خطيره. افضل اقول لكم الريحه خطيره اكنكم طبخين. الانشيلادس خلاص، وندخل بدلها الرز اللي بالبروكلي. 3 دقايق هغطي واسيبهم لحد ما يتظبطوا مع بعض. وزي ما قلت لكم عايزين تسووا الرز، ما عنديش رز مستوي يا اميره ومش عايزه اقف، يبقى ايه لازمتها ان انا اقف اسلق البروكلي واقف اسلق الرز يبقى ما عملناش حاجه؟ لا، هنا برضو هنحط كميه سائل اكبر، هنغطي ونفضل نقلب ونفتح ونقلب ونزود في الوقت لحد ما يستوي معانا. مفيش مشكله خالص، كل حاجه بتتعمل في الميكروويف. هطلع بقى فاصل وارجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب هنعمل دلوقتي وصفه لطيفه جدا، ناتشوز الميكروويف. بفكركم ان دي حلقه دمجين فيها ما بين الفكرتين، فكره البواقي وفكره الميكروويف، وكل حاجه هقول لكم ازاي لو انتم عايزين تعملوها في الميكروويف من الاول لو ما عندكوش بواقي منها، عشان ما حدش يتوتر. مفيش مشكله خالص، انا عايزه اعمل الوصفه من الاول للاخر في الميكروويف هعمل، انا عندي بواقي وعايزه استغلها في وصفه ميكروويف هعمل. اول حاجه هتكون ناتشوز الميكروويف، دول الناتشوز اللي بيباعوا في السوق في الاكياس اللي هما بيبقوا متنكهين. بمنتهى البساطه نقدر ان احنا نعملهم في البيت، ان احنا نقطع التورتيه ونديله النكهات اللي احنا عايزينها. ده بيبقى معمول من البابريكا والملح والفلفل ونقطة الزيت. بصل، شطة، لحمة مفرومة متعصجة، وسترشاير صوص، كرفس، جبنة شيدر، طماطم، فاصوليا حمراء مسلوقة، هالوبينو ممكن نستغنى عنه لو مش عايزين تستخدموا حاجة حراقة، والشطة ممكن تبقى بابريكا، وفلفل أحمر رومي مفروم. هاخد البولة هحط شوية من الناتشوس دي تحت، ودي هتطرى عشان نبقى متفقين، عشان هحط لما يطلع تاني من الكريسبي. اوكي، اللي هيتحط هنا ده هيطرى. هحط اللحمة المتعصجة طبقة، ممكن تعملوها خضار بس طبعا لو حد مش عايز يستخدم لحمة او ما عندوش لحمة. وبعدين ابتدي احط الفاصوليا طبقة، وبعدين اخد بقى اللي هي الصلصة اللي بالمكسيكي يعني مقاديرها كده، هنا البصل، الطماطم، الفلفل الرومي، الكرفس، وبعدين اخد رشة من الشطة بسيطة قوي او بابريكا، رشة من الملح، رشة من الفلفل، وبعدين اخد معلقتين من معلقتين معلش امسح حالي الوستر شاير صوص اللي ممكن يبقى صويا صوص. دي واحدة بس امسح مكاني معلش، خلني التقدير اهو في ساعتها كده على طول عشان ما فيش حاجه تبقع مننا. ايوه كده تمام. وبعدين اكمل بقى عادي، هحط دلوقتي الهالوبينو لو هتحطوه اهو، وبعدين شويه الجبنه الشيدر. برضو وصفه سهله وسريعه، استخدمنا بواقي المطبخ اهو، وهدخلها على الميكروويف. اول ما تطلع هتاخد شويه ناتشوس بقى مقرمشين على الوش. الوصفه اللي بعدها هتكون وصفه البطاطا في الميكروويف. انا بسبق دايما بخطوه الصراحه حتى لو الحلقه مش للبواقي، علشان الوقت بيبقى ضيق جدا اني احط وارجع اطلع وكده. لكن ازاي احنا هنسلق البطاطا دي في الميكروويف مش في الميه على النار؟ هنعمل ايه؟ هنجيب البطاطا هنغسلها كويس جدا جدا، هنحط لها شويه ميه صغيرين قوي قوي
في البولة من تحت، وهنغطي بالبلاستيك راب أو بالإكياس الحرارية، وهندخله الميكروويف لحد ما تستوي. تاخد وقت قد إيه؟ ممكن تاخد 5 دقايق، ممكن تاخد 10 دقايق، ممكن تاخد ربع ساعة حسب نوع البطاطا وحجمها. أوكي؟ سلقنا البطاطا، بعد كده هنقوم حاطين لها فاصوليا سودا مسلوقة أو فاصوليا حمراء أو فاصوليا بيضاء، شطة وكمون وملح وفلفل، تشيدر، ساور كريم أو لبنة، كزبرة خضراء مفرومة، وعصير ليمون. هنعمل إيه؟ هناخد البطاطا بقشرتها بعد ما سلقناها، وهنعمل منها طبقة في البولة من تحت. يعني هحاول ان انا حتى ايه اصغرها كده عشان احط طبقه كامله، ما بقاش سايبه حته خالص من غير بطاطا، عشان كل معلقه لما نيجي ناكل تبقى فيها بطاطا. وبعدين هحط عليها الفاصوليا، وبعدين ابتدي احط رشه الملح، رشه الفلفل، رشه الشطه او البابريكا، رشه الكمون. خلوا بالكم دي كلها وصفات مستوحاة من المطبخ المكسيكي، فهتلاقوا الكمون والشطة والفاصوليا وكده حاجات كومن يعني. عصير الليمون، كزبرة، جبنة مبشورة، وبعدين اجيب معلقة نظيفة احط الساور كريم او اللبنة، بس هو برضو المطبخ المكسيكي معروف بالساور كريم. بس كده، وكده برضو تبقى الوصفة عندي جاهزة. هتدخل على طول الميكروويف برضو 3 دقايق، وبرضو هنبص. خلوا بالكم كل ميكروويف له قوة وله عدد واط معين، فأنا التلاتة دول المتوسط، ممكن يبقى أقل وممكن يبقى أكتر. والغطاء طبعا قاسم مشترك زي ما احنا متعودين. واقفل واشغل. تمام. طبعا الميكروويف كمان من الحاجات اللي الغطاء بتاعها او الباب بتاعها ازاز، فتقدروا برضو ان انتوا تتابعوا من بره وتطلعوا بمعلقه او بشوكه كده تجيبوا اللي تحت وتشوفوا ايه الاخبار. الحاجه نشفت محتاجه شويه ميه، الحاجه استوت لا لسه شويه، وهكذا عادي زي اي نوع من انواع الطبيخ. واول ما يطلع هنديله الناتشوس زي ما قلت لكم على الوش، عشان اللي احنا حطيناه هيطرى تحت فيبقى فيه طري ويبقى فيه كريسبي. وقتكم ايه يا حبايبي؟ ده كل كده ده اللي خلص. طب ناخد فاصل ونيجي عشان ناخد الدقيقة دي نراجع فيها في الآخر، إيه رأيك؟ يلا؟ يلا بينا، أنا كمان موافقة. هنطلع فاصل ونرجع، لسه عندنا وصفتين تانيين هيعجبوكوا جدا جدا، وصفة حادقة أو وصفة حلوة، وكمان عشان نراجع كل اللي عملناه ونقول لكم برضو شوية الملحوظات اللي تاخدوا بالكم منها وأنتوا بتتعاملوا مع الميكروويف. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب اللي بعد كده عندنا ريزوتو المشروم، عندنا رز متبقي، اي نوع رز مفيش مشكله، عايزين تستخدموا الرز الني مفيش اي مشكله، حطوا عليه ميه سخنه، غطوه، دخلوه الاول وبعد كده ابقوا طلعوه بعد ما يستوي جوه الميكروويف وكملوا الوصفه عادي. مشروم، بصل اخضر، ثوم، زبده، ملح وفلفل، رز ومرقه، زعتر، جبنه بارميجان وبقدونس، واللي حابب انه يطلعه كريمي زي الريزوتو اللي بنعمله على النار ممكن يحط كريمه مفيش مشكله. طيب هجيب الطبق اللي هيدخل الميكروويف، وبعدين هبتدي احط من الرز
وعليه هحط الزبده والمرقه اللي هيدوني القوام اللي هو ايه الملزق شويه بتاع الريزوتو ده، لانه ما بيبقاش رز مفلفل. فهحط هنا المرقه والزبده، تمام. وبعدين اقوم منزله بقى الزعتر، الملح، الفلفل، وبعدين اقوم حاطه الثوم. بص انا بحاول ادوب الزبده واوزعها وانا شغاله علشان ايه لما تخش الميكروويف يبقى كله متناسق. المشروم، البصل الاخضر، الجبنه البارميجان كتير بقى كده عشان هو بيحب الجبنه والكريمه عشان يطلع اسمه ايه كريمي، والكزبره او البقدونس او ايا كان الحاجه اللي هتحطوها. ندخله بقى الميكروويف عشان نكمل الايه الوصفه اللي بعدها اللي هي الابل باي اللي هو الطبق الحلو بتاع النهارده. ينفع عجين في الميكروويف؟ اه ينفع، مفيش اي مشكله خالص. بتستوي؟ اه بتستوي. بتنشف؟ لو لا، لو احنا تابعناها صح مش هتنشف. تمام. نيجي بقى هنا عشان نعمل الابل باي، محتاجين مقدار العجينه. طبعا ممكن جدا جدا تستخدموا العجينه الرقائقيه اللي هي الباف بيستري جاهزه، مفيش مشكله. ودي هتبقى كيكه ابل باي، يعني العجينه دي هتبقى زي الكيكه هشه، مش زي العجاين اللي هي معجنات. محتاجين 3 ارباع كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من السكر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من القرفه، نص كوبايه لبن، 4 معالق زبده، معلقه صغيره من الفانيليا، ونص كوبايه من صوص التفاح اللي هو تفاح مسلوق وممكن يتسلق برضو في الميكروويف وهو متقشر، وبنحط معاه الفانيليا والقرفه والزبده وشويه الميه ونغطيه، واول ما يطلع نهرسه. وصوص الكراميل. البوله هحط فيها مقدار العجينه، دقيق، سكر، بيكنج باودر، فانيليا، قرفة، لبن، الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة، أو ممكن طبعا إنكم تدوبوها برضو في الميكروويف 30 ثانية. شايفين القوام؟ مش قوام عجينة معجنات، قوام كيك، عشان بس تبقوا عارفين انتوا مستنيين نتيجة ايه. شايفين ازاي؟ اهو كيك بطعم الابل باي، بس في الميكروويف مش في الفرن، عشان كل الناس اللي متعقدة من الكيك ومتعقدة من الفرن اليكم الحل. اهو ناخد سباتولا ونحط من العجينة، طبعا ده ممكن يكفي 4 افراد لو الرامكن صغير، وهو طبق الحلو يعني المفروض يبقى صغير، فده يكفي المقدار اللي احنا عاملينه ده، يكفي 4 افراد، اسره من 4 افراد زي اسرتي كده. ناخد من هنا حته بس كده عشان يبقوا متساويين، العدل حلو برضو بس كده. وبعدين اقوم واخده الصوص بتاع التفاح، او اللي هو يعني التفاح البيوريه، نوزعه كده ونديله رشة القرفة تاني على الوش. واما يطلع هديله صوص الكراميل. تعالوا بقى نشوف اخبار الايه الميكروويف ايه عشان نفضي مكان ندخل ده. بسم الله نطلع الريحة. جميلة جميلة جميلة. هرفع الريزوتو اوديه عند التقديم
وادخل الكيك اهو. خليني احطه هنا عشان عايزه بقى احط الكيك لوحده الصراحه. طبعا برضو الكميه تعملوا بقى نصها، تعملوا ضعفها، تعملوا اربع رامكن صغيرين مثلا، تعملوا واحده اكبر، تعملوا بايركس كبير وتغرفوا منه العيله كلها. كل دي حاجات انتوا حرين فيها. نشغل المايكرويف ونستنى نشوف ايه الاخبار. تعالوا بقى نراجع احنا عملنا ايه مع بعض النهارده. عملنا حلقه ميكس ما بين حلقه البواقي وحلقه وصفات المايكرويف علشان نسهل. لا ممكن نراجع لما نرجع. ايه رايك؟ حاضر. لا انت عندك حق، انت صح. استاذ طارق بيقول لي احنا لسه عندنا سيجمنت نراجع فيه بدل ما نراجع دلوقتي. هو عنده حق، صح. نظفنا مكاننا، دخلنا كيكة الأبل باي أو الكيكة اللي بطعم حشوة الأبل باي. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نراجع مع بعض، وبرضو زي ما وعدتكم نقول النصايح الأساسية في استخدام المايكروويف للناس اللي ما شافتش الحلقات الأولانية. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده حلقتنا مخصصه للمايكرويف. من فتره للتانيه بنحاول ان احنا نعمل الحلقات دي بعد ما لقيت نجاح كبير عندكم وتطبيقات كتير منكم، ولكن انا برضو مش حابه ان انا يعني اكترها قوي، لا هي ولا الجلوتين فري، لان طبعا بتخاطب برضو شريحه معينه مش السواد الاعظم من جمهورنا، بس بحاول اطعم بيها كده من وقت للتاني بحيث يبقى في تنوع ويبقى في اختلاف ونحاول نرضي كل الاذواق على قد ما نقدر. النهارده عملنا ميكس ما بين فكره البواقي وما بين فكره الوصفات اللي في المايكرويف. عملنا كيكة الأبل باي، وهنا أنا عايزة أقف شوية لكل الناس اللي متعقدة من الكيك، الناس اللي دايما الكيك ما بيزبطش ولا بينجح معاهم في الفرن العادي، تطلع هبطة، تطلع طعمها مش حلو، تطلع محروقة، تطلع نية، تستوي من الأطراف ومن النص معجنة، وهكذا مشاكل كتير جدا جدا بتواجههم. الكيكة في المايكرويف يعني السهل الممتنع، الأمان، الكيكة هتتظبط، الكيكة هتستوي، الكيكة هتطلع حلوة، يعني ما فيهاش حرفية قوي، ما فيهاش تكنيك. فكل الناس اللي ما بيحالفهاش الحظ مع الكيكة في الفرن، الحل بتاعكم المايكرويف. احنا عملنا كيكة، بس عملنا كيكة ميكس برضو ما بين الأبل باي وما بين الكيك، يعني تحت كيك والتوبينج بتاعها منها فيها من الابل باي، ودي برضو فكرة لطيفة جدا جدا. واوريكو الكيك من جوه عشان محدش يقولي الكيك ما بيستويش. اهو نبوظ واحدة مش مشكلة، فداكو. اهو كيك ده ولا مش كيك؟ اهو كيكة مستوية واخدة من التوبينج تحفة تحفة. طب ينفع يا أميرة الكيك اللي تحت ده من غير التوبينج؟ ينفع. طب ينفع نقلبه شوكولاتة؟ ينفع، هنحط عليه كاكاو خام. في حلقة للمايكرويف هعملها كيك بس إن شاء الله، كيك فقط لا غير، يعني ست وصفات كيك في المايكرويف، تطلعوا منهم أفكار هايلة، تعملوا منهم انديفيدوال زي ما احنا عاملين كده لكل فرد، تعملوا منها صواني كبيرة زي الصواني التقليدية بتاعة الكيك اللي احنا بنعملها في البيت براحتكم. وادي شوية صوص الكراميل. وصفات المايكرويف ميزتها انها مش محتاجة مطبخ مجهز، عشان الناس اللي ما عندهاش مطبخ يعني مجهز تجهيز كامل، ما فيهاش نار وما فيهاش زيت وما فيهاش خطورة على الأطفال، ما فيهاش وقفة في المطبخ ووقت طويل قوي وتحضيرات كتير وكده. ودلوقتي الأدوات بتاعة المايكرويف بقت سعرها قليل وبقت متوفرة في كل المحلات بتاعة مستلزمات المطبخ، فالموضوع بقى ألطف وأسهل وأسرع.
من الحاجات الرئيسية اللي حابة أقولها لكم للناس اللي ما حضرتش معانا الحلقات الأولى، المايكروويف ما بيخشش فيه أي نوع من أنواع المعادن سواء في معلقة أو في صينية أو أيا كان. الأطباق اللي على الحرف بتاعها في معدن سواء كان لونه فضي أو ذهبي ما بتخشش المايكروويف. البلاستيك لازم يكون مخصص للمايكروويف سواء كان أكياس أو طبق أو علبة أو غطاء. الحاجة اللي تخش المايكروويف لازم يكون فيها سائل، لازم تكون متغطية، ولازم الغطاء يكون متخرم علشان الحاجة منكم ما تنشفش ولا تنفجر ولا يحصل لها أي نوع من أنواع المشاكل. النهاردة وصفاتنا كانت كيكة الأبل باي، انشلادة المايكروويف، رز بالبروكولي، ناتشوس المايكروويف، بطاطا بالفاصوليا في المايكروويف، وريزوتو المشروم. حاولنا نعمل لكم أفكار شوية يعني متنوعة. بحاول في حلقات المايكروويف أنوع ما بين الحلو والحادق علشان تبقى وجبة متكاملة للي عايز يعمل في المايكروويف. بحاول نعمل وصفات أو أفكار للفطار والعشاء، وكمان نعمل وصفات وأفكار للغدا كمان كورس للناس اللي حابة تريح شوية ويك اند ومش عايزين نطبخ بقى ونقف في المطبخ وكده، ويك اند وعايزين نخلي الولاد الصغيرين يتحملوا شوية مسؤولية ويسلوا نفسهم ويخشوا المطبخ من غير ما يكون فيه خطورة عليهم. الاستخدام الصح الآمن للمايكروويف إن شاء الله ما فيش منه أي أضرار. النوع المايكروويف الماركة المعروفة الكويسة اللي واخدة التصريحات بتاعتها من الحكومة ما فيهاش إن شاء الله أي ضرر. استخدام المكونات والأدوات المناسبة للمايكروويف إن شاء الله ما فيش منها أي ضرر. وطبعا دايما بنقول استخدام العادل اللي مش ما فيهوش إفراط قوي إن شاء الله ما يكونش فيه أي خطورة أو ضرر عليكم. دي كانت أفكارنا للنهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، وأكيد بتمنى متابعتكم يوميا من 4 ل 5 على الهواء وإعادة 10:30 بالليل. استنونا.